السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسوا خوتنا اللي في الغربه. صحه رمضانكم ورمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. موضوع اليوم خوتي راح نتكلموا على عده مواضيع، مش ليس موضوع واحد. فيديو اليوم راح نتكلموا على عده مواضيع. نبداو بالخبر اللي يهمنا ويهم كل الجزائريين، هو اسماعيل بن نصر اللاعب الجزائري اللي تحدثت بعض التقارير الاخباريه وكذا انه نادي ميلان وجد 3 حالات ايجابيه لفيروس كورونا بعد التحاليل اللي داروها. وجدوا انه 3 لاعبين عندهم اصابه ايجابيه، ولا مصدر صحيح لذكر الخبر، مجرد اخبار. الموقع الرسمي للميلان ما ذكرش هذا الخبر، مجرد يعني مجرد اخبار ومجرد اجتهادات فقط. مالديني شخصيا انفى الخبر، مالديني في موقع جول انفى الخبر. هذا اللي يهمنا ويهم يعني اللاعب الدوري الجزائري، انه من حد الساعه ما كان ولا شيء. ونعرفوا بالامس دخول مجموعه من اللاعبين بينهم اسماعيل بن ناصر، خاصه نادي ميلان، اسماعيل بن ناصر ولاعبين الى المركز تدريبات نادي ميلان، يعني امور عاديه وبسيطه، ما كان ولا شيء لحد الساعه، ما كان ولا شيء بما يخص اسماعيل بن ناصر. ونروحوا ايضا للدوري الايطالي اللي بعد اصابات دوك نتكلموا عليها، نادي فيورنتينا وسامدوريا، سكرتيرا تاع وزير الصحه الايطالي ساندرا، اسمها ساندرا زامبا، هذا هو الاسم الصحيح تاعها، ساندرا زامبا، هذه السكرتيره تاع وزير الصحه الايطاليه، وهي دبلوماسيه وسياسيه في نفس الوقت وصحفيه ايضا، قالت لازم يعني عندنا ثقة كبيرة، قالت عندنا ثقة كبيرة في 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 استئناف الدوري الإيطالي، في استئناف البطولة عندنا ثقة كبيرة. وانا حطينا لكم الخبر وراح نحط لكم كل خبر بالرابط نتاعو، كل خبر بالرابط نتاعو، مش تأكدوا. ايضا هذه سكرتيرة تاع وزير الصحة الإيطالي اللي اكدت لازم استئناف، يعني قالت استئناف، هناك ثقة كبيرة باستئناف الدوري الإيطالي. نفس الشيء أيضا نروحوا للآن للأحداث اللي صرات، هذه اللي ربطوها أنه الدوري الإيطالي راح يتوقف بحالات اللي ظهرت في نادي سامدوريا ونادي فيورنتينا. نعرفوا سامدوريا أنه سابقا في شهر مارس أنه ظهرت له حالات من لاعبين معروفين، يعني غابياديني، ليكدال، هذم اللاعبين اللي ظهرت فيهم كولي حالات ايجابيه سابقا. بعد ما استأنفوا التدريبات وعاودوا رجعوا في التدريبات الفرديه في مركز نتاع سامدوريا، اثناء التحليل داروا التحاليل وجدوا 3 حالات ايجابيه، لكن اللاعبين ما ذكروهمش. 3 حالات ايجابيه وعدنا من الخبر في لا غازيتا ديلو سبور، وايضا حتى من سكاي سبور طرقت لها، راح نخلو لكم الرابط الخبر. اذا 3 حالات ايجابيه رسميه في نادي سامدوريا. هنا اللي خلى التساؤل يطرح، هل يستمر يستأنف الدوري ولا لا؟ انا قلت لكم في البدايه السكرتيرة نتاع وزير الصحه شخصيا قالت عندنا ثقه كبيره في 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 استئناف البطوله، ماناش عارفين. 3 حالات ايجابيه رسميه في نادي سامدوريا. نروحوا من الجهه المقابله ايضا فيورنتينا، نفس الشيء. فيورنتينا في الاسابيع الماضيه ايضا لقات 3 حالات إيجابية، ومنهم اللاعبين كاترون وبازيلا وفولوفيتش في مارس، ومن بعدها تم الشفاء نتاعهم. لكن الجديد أنه أيضا عودة اللاعبين للتدريبات الفردية، دائما نركز على كلمة التدريبات الفردية، أيضا هزوا لهم عينات تحاليل، وجدوا أيضا 3 لاعبين زائد 3 من الطاقم الفني ولا الطاقم التقني، 3 لاعبين زائد 3 أشخاص من الطاقم التقني، يعني 6 حالات مؤكدة في نادي فيورنتينا. هل يستأنف الدوري؟ ما يستأنفش. الوزير السكرتيرة تاع الوزير قالت عادي، قالت خوتي، قالت عندنا ثقة كبيرة في استئناف البطولة. هل يتغلبوا عليهم؟ ما يتغلبوش عليهم. هل يتم شفائهم بسرعة؟ الله اعلم. المهم 6 حالات في فيورنتينا، 3 لاعبين و3 لطاقم الفني والطاقم التقني. نروحوا ايضا للخبر اللي نوعا ما يطلع لنا المورال.
خبر الدوري الالماني، احنا عرفنا ان الدوري الالماني هيستأنف في 16 بي بمدرجات فارغه، لكن الخبر انه سكاي بوندوس ليغا حسب جريده فرانس فوتبول رايحه تبث، رايحه تبث القنوات هذه سكاي بوندوس ليغا على تردد قناه سكاي نيوز، سكاي سبور نيوز الالمانيه مجانا، ملتي بلاكس يعني توزيع البث، يعني كما نقولوا ارسال، توزيع الارسال، يعني العديد من المقابلات راح تبثهم سكاي نيوز، سكاي نيوز كما نقول سكاي نيوز بوندسليغا المانيه ليس الانجليزيه. اذا راح تدير يعني شاشات متعدده ولا مقابلات متعدده، كل مقابله منها بعض الدقائق، ملتي بلاكس اللي قالتها فرانس فوتبول الخبر هذا مجانا. وراح نخلي لكم تردد، نعطيكم التردد في الوصف، تردد قناه سكاي سبور البوندسليغا الاخباريه سكاي نيوز، راح نخلي لكم التردد نتاعها لافريكونس كما نقول بالدارجه نتاعنا الناس تعرفها لافريكونس. نفس الشيء ايضا خبر اخر في الدوري الاسباني، هذا قالت لنا اونز مونديال، الخبر انه الدوري الاسباني راح من طلب من الاتحاديه الاسبانيه، شخصيا الاتحاديه الاسبانيه طلبت انه يكون خمس تغييرات، خمس تغييرات هذه رسميه من قبل الاتحاديه الاسبانيه، طلبت انه يكونوا خمس تغييرات. اذا خوتي بالمختصر المفيد راح نلخصوا واش كان، هل الدوري الايطالي يرجع؟ الله اعلم. مع الاصابات الجديده في نادي سامدوريا والاصابات في نادي فيورنتينا والكلام اللي كاين، بالمناسبه نادي الانتر طلعت النتائج كلها سلبيه نيجاتيف، باش الناس تعرفك نادي الانتر النتائج تاعو كلها سلبيه، هل راح نشوفوا عوده الدوري الايطالي بعد اصابات هذه اللي رسميه في فيورنتينا وسامدوريا؟ الميلان ولا شيء، عاود نذكر الميلان لحد الساعه ولا اصابه رسميه ولا خبر رسمي مذكور في الموقع نتاع النادي، موقع النادي ما ذكرش الاصابات، انفا موقع انفا. اذا كما قلت الوزيره السكرتيرة تاع الوزير الصحه قالت نقدروا عندنا ثقه كبيره في 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 استئناف البطوله. اذا هذا الخبر ليس يعني مازال راح نشوفوا هل الدوري الايطالي يرجع ولا لا. احنا نعرفوا الدوري الفرنسي رسميا تم توقيفه، الدوري الانجليزي مازال، الدوري الاسباني راح يرجع واحتمال يكون في جوان، في جوان، وراح يكون في تغييرات كما قلت الاتحاديه الاسبانيه طالبت انه يكون خمس تغييرات، سانك شونجمون، هذه راح تكون الاولى يعني في في في, في تاريخ كره القدم راح نعرفوها، ما كانش هذه ثلاث تغييرات، الان راح يكون خمس تغييرات بسبب كورونا، امور تغيرت. ايضا باش نختم نخلي لكم لافريكونس نتاع القناه تاع سكاي بوندسليغا سبور نيوز، راح تبث مجانا مجانا جراتوي، يعني راح تبث مقابلات الدوري الالماني ملتي بلاكس، يعني مقسمه لعديد من المقابلات، يعني كل مقابله بضع دقائق وراح تكون مجانيه، راح نخلي لكم التردد نتاعها، وان شاء الله نشوفوا احنا الدوري الالماني والايطالي والاسباني يعودوا، يعني الدوريات الاوروبيه تعود المتعه تاع كره القدم، يعني صراحه دوريات عريقه، الدوري الاسباني الالماني الايطالي والانجليزي اقوى دوري في العالم، يعني باش تكمل الفرجه. الدوري الفرنسي الحكومه الايطاليه الفرنسيه هي المسؤوله. نفس الشيء ايضا مالديني قال انه خطا من الخطا ايضا انه الدوري الفرنسي يتوقف، يعني غلطه كبيره صراحه، يعني الدوري الفرنسي ما يتوقفش، المفروض ما يتوقفش، يديروا اجراءات، يديروا حلول، يديروا ملعب ملاعب يلعبوا بلا جمهور كما راه يدير ايطاليا، كما راه يدير اسبانيا، المانيا، لازم حلول، اما باش توقف الدوري ما عنده حتى معنى. اذا خوتي في الاخير ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم وصحة فطوركم ورمضان كريم.